صبحكم الله بالسعادة ومساكم بالخير. نبات جلد النمر من النباتات القوية جدا والقادرة على التكيف مع جميع البيئات، ومش بيحتاج لعناية كبيرة، فهو بيتم ريه لما تربته بتجف تماما وبيحتاج للضوء الغير مباشر. نبات جلد النمر منقي للهواء بشكل كبير جدا جدا من الأتربة والسموم، وطارد للطاقة السلبية وجالب للطاقة الإيجابية، وفي منه أنواع الكبير والمتوسط والمقزم. نشوفكم مع نبات تاني إن شاء الله في رعاية الله.